على كل الاحوال طبعا كالعاده لعيبه النادي الاهلي كلهم بيعملوا كل الجهد اللي يقدروا عليه، شغل محترم جدا ودايما بيفرحونا في كل المباريات. لكن المره دي عايزين نتكلم مع حضراتكم ان في اخر مباراه تحديدا للنادي الاهلي طبعا مباراته امام الترجي كان في نجم اسعدنا كلنا واتفقنا كلنا على جوده ادائه، وامبارح كمان اتكلمنا عنه باستفاضه، وهو محمد مجدي قفشه. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن فوز محمد مجدي قفشه نجم فريق النادي الاهلي بجائزه افضل لاعب في مباراه الاهلي والترجي طبعا اللي اقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الاهلي والسلام ضمن منافسات اياب دور نصف النهائي من مسابقه دوري ابطال افريقيا، واللي طبعا انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثه اهداف دون رد. طيب لو سالنا نفسنا كده برضو كريم، يعني ايه سبب اختيار قفشه نجم المباراه؟ كان اعتقد واضح جدا، وقلنا ان كل الجماهير شايفينه صنع يعني هدفين خلال المباراه، وزي ما بيتقال كده ساحرين، كان في تمريره ساحره. فاحنا بنتكلم تحديدا هنا الهدف الثاني للاهلي والاحراز محمد شريف، والهدف الثالث اللي سجله حسين الشحات، دي كانت تمريرات سحريه زي ما احنا اتكلمنا امبارح مع حضراتكم. والحساب الرسمي للكاف قال ان قفشه فاز بجائزه افضل لاعب في مباراه الاهلي والترجي، وده كان بتصويت الجماهير. الجماهير هي اللي يعني اسعدهم قفشه، هي اللي هم اللي اختاروا قفشه، فهو زي ما بيتقال كده اللي فرحهم قفشه. فدايما الجماهير لما هي اللي بتختار ده تاكدوا ان هو بيبقى عن ظهر حق، فمبروك قفشه يستحق ده واكتر. حقيقي لاعب يمكن هو عنده تقريبا 24 او 25 سنه، ولكن يعني بطل كبير جدا ولسه قدامه مستقبل كبير جدا مع الاهلي باذن الله كمان، ومزيد من البطولات والاهداف. يعني بنستمتع فعلا واحنا بنتفرج على تمريرات قفشه تحديدا. عارفه التمريرات اللي انت بتتكلمي عليها دي بتصنع الاهداف، ما هو لو ما فيش حد بيمرر لك تمريره سحريه من اللي انت بتتكلمي عليهم، طب الهدف هيجي منين؟ فبطبيعه الحال صناعه الاهداف ما بتقلش ابدا في اهميتها عن تسجيل الاهداف نفسها. بالمناسبة قفشه بنفسه شايف ان صناعه الاهداف حاجه ممتعه جدا. عجبني تعليقه بعد الفوز على الترجي، كتب وقال على انستجرام: بقيت متاكد ان صناعه الاهداف ممتعه جدا زي تسجيلها، بحس بسعاده كبيره لما بنوصل لمرمى المنافس من اقصر الطرق. وكمان قال: مفيش حاجه بتفرحني اكتر من فرحه جماهير النادي الاهلي.